السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عرف براسك إذا الأحوال ديالك طيبة؟ وعرف براسك. أنا من المغرب، أنا من المغرب. وعرف براسك، راه ما قلت لكش أين أنا تتواجد. بدر من المغرب، من المملكة أو أقول المغربية. بدر من المغرب، ماشي تقول لي أنا من المغرب، لأن أنا عارفك من المغرب. ما قدمت راسك رانك من المغرب. أنا بدر من المملكة المغربية. بدر، يسمع بدر لك يقول هذا بدر لي. تفضل يا بدر. وحقرتيني دابا. لا، حقرت راسك، ماشي أنا حقرتك. أنا لو كنت حقرتك، أنا لو كنت حقرتك كاع ما نطلعك. أنا طلعتك، عطيتك واحد القيمة، خاصك أنت ديك القيمة اللي عطيتك أنا تحافظ عليها. باش تحافظ عليها، باش تحافظ عليها. تحافظ عليها أول شيء تحترمني. تقول لي السلام عليكم، أنا فلان بن فلان من المغرب. السلام عليكم. واسمع، وأنا مرتين نقول لك أنت عرف براسك تقول لي من المغرب. أنا ما سمعتينيش كنقول، واقيلا ما شدتش الهضرة. هو راه ولا يزيد عليها الكذب، راه ولا يزيد عليها الكذب. وشوية ضروري. علاه تكذبوا عليه؟ وفين كذبنا؟ قول عاد بلا من الشيطان الرجيم. ايوا اسمعوا، واش هو واش قال لكم؟ واش قال لكم بدر من المغرب؟ انا بدر من المملكه الشريفه المغربيه. ايوا اسكت ايوا اسكت، خلي الناس يجاوبوا. لا، في البدايه قلت السلام عليكم. يقولوا لك خليه. السلام عليكم. واسمع، شوفوا ودي انا راني الصبر اللي عندي، واخا عمي واخا، راني شوف راني مكلاسي بعد ايوب عليه السلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيفاش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ انت زعما صابر. ايه، لانني ناقش المهابل. انت قارن لانني لأن لأنني سنتين وانا ناقش المهابل. بالنبي ايوب عليه السلام. شوف شوف، لانني ناقش. اسمع 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 اسمع، شوف، لانني انا سنتين وانا ناقش المهابل. الاصفر الاحمر اللي ما هم تربي، اللي متربي، اللي في اسبانيا، اللي في ايطاليا، اللي في فرنسا، اللي في المغرب، اللي تحت براكه، اللي في الصحراء، اللي طحات الطاجين، اللي مع ولاده، اللي مع جداته، اللي مع عمته، اللي مع خالته، اللي خدام مع المخابرات، اللي مع لاديست، اللي مع ليرجي، اللي مع القرينه الكحله، كاملين ناقشهم انا، ما عندي حتى مشكل. يلا وتفضل يا بدر، اعطينا جواب. واسمعني انا سمعتك نحتار. الى ما بغى الى اسمو انا نزلوك. شفت نزلت. شفت نزلت للمستوى اللي انت فيه. ايوا شفت. شفت، ما عندكش الجواب، لان ما عندكش الجواب. انا مطلعك باش نعدل لك، باش تعطيني الجواب. انا ماني مطلعك باش نربيك، باسكو انا ماشي ما ولدتك. لو كنت ولدتك نربيك، ولكن ما ولدتك. اذا انا مطلعك باش تعطيني الجواب. الجواب هو عندك، منين اللي تجيب؟ والصبر، الصبر موجود يا ولدي، على تخمم في الصبر.